محتاجين مساعدة ومحتاجين عون ومحتاجين حنان ومحتاجين طبطبة ومحتاجين نتقبل منهم كل الأسئلة المتعلقة بذات الله، المتعلقة بمن خلق الله، المتعلقة بالعلاقات، المتعلقة بكذا. ثم بعد ذلك احنا وظيفتنا نهندل العلاقة. أنا مش عارف، ألجأ للأخصائي، ألجأ لأهل العلم، ألجأ للناس اللي بتفهم فيوجهوني في الطريق الصحيح. إنما أنا شايف نفسي بقى بنفق، أديت ما عليا، وزوجتي مثلا أو أي حد في البيت شايف إنها بتطبخ وبتعمل كذا، أديت ما عليها، لا ما أديناش ما علينا ولا حاجة. صحيح. أخطر حاجة إن أنا أقول لابني مالك يقول لي ما فيش. أخطر حاجة إن أنا أقول لبنتي مالك تقول لي ما فيش. يعني معنى كده إن هم قطعوا التواصل بيننا وبينهم. صحيح. في نفس الوقت هي بتستفيد من مراهقة زيها، من بنت صغيرة زيها، بتاخد الخبرة ممن ليس عنده خبرة. طيب ده كله أحدثته، يعني هذا طفى لما مولانا فجر هذه القضايا بهذه الصورة. بالظبط. وعايز أقول لحضرتك كمان إن الشباب معاهم دايما الموبايل ومعاهم دايما وسائل تانية، ده ممكن يعرضهم إن هم ياخدوا فتوى في رأي أو حاجة في رأي معين يخلينا بقى نروح لمكان غلط. أيوة. يا إما للتشدد قوي أو للانحراف، يا إما للانحراف قوي. على فكرة أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني ودي حاجة أنا واثق منها 100%، حتى الناس اللي بيقولوا لهم العلاقات حرام، يعني أنا سمعت أحد الشيوخ اللي بينتمي لبعض التيارات بيقول يعني في درس من دروسه والمقطع موجود على اليوتيوب، إن مجرد تفكيرك في صديقتك ده حرام، يعني مجرد إنها جت على بالك وإنت لقيت نفسك بتشعر بيها أو بتحبها ده حرام. طب الكلام ده غلط. صحيح صحيح. الكلام ده غلط. صحيح. إحنا عايزين نقول مجرد الشعور والتفكير ليس بحرام، ولكن هنبتدي نتجه فين بعد كده وهنتجه ازاي. ده اللي احنا اللي بنعمله، احنا كأهل اللي بنعمله. صحيح.